طبعا الكانتارا، وكان ايضا في لقاء الكيان الصهيوني. ادي استلام رونالدو الهدف الاول، ولكن جويتا كره حلوه قوي. كازيميرو واللي خارج القائمه النهارده في هذه المباراه. هجمه هنا وهجمه هناك، ولكن هذه المره الكره العرضيه تبحث عن بنزيما، ولكن على طول يتصدى الحارس جويتا. فيصل فجر بيقابل حكيمي، المواجهه المغربيه في الجانب اللي امامنا هنا. لمسه حلوه قوي من رونالدو، التسديده والهدف الضائع هنا من بنزيما. يا ولد يا ولد يا رونالدو. اللي كان صعد بألاباس في 2016 وتولى المهمه بعد ما تمت اقاله شنايدر الارجنتيني. كريم بنزيما خلصها وموقف في المرمى. يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، بص الكوره اتعملت حلوه قوي. لوكاس باسكيز الى كريم بنزيما، وكريم بنزيما حمد لله على السلامه. وحشتنا يا كريم بنزيما، يسجل هنا في هذه اللقطه. كريم بنزيما تحرك جميل الى مارسيلو، العرضيه رونالدو هي بتاعته هي بتاعته، ولكن جوايتا والتدخل مره ثانيه من اللاعب انتيونس وحصار ومارسيلو. ولد يا جوايتا، هجمه حلوه 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 الحقيقه في اللقطه الماضيه. البحث عن التعادل فرانشيسكو بورتيو، ودي امامنا هنا هجمه من اللاعب ميركل برجارا. كرات العرضيه خطره، هدف التعادل هدف التعادل. خورخي مولينا خورخي مولينا خورخي مولينا، هدفه الثاني هذا الموسم. في الدقيقة 72 من جانب زيزو في هذه اللقطة، هذه أمامنا الرأسية. مش ممكن مش ممكن مش ممكن، أمامنا كريستيانو رونالدو. كرة أمامية كريستيانو رونالدو رونالدو رونالدو، هي بتاعته هي بتاعته هي بتاعته هي بتاعت النجم رونالدو بالتخصص. الهدف رقم 21 في 13 مباراة أمام ختافي، هدف التقدم لسي ار 7 رونالدو، يحسم الأمور ويسجل ويشعل الفرحة والرقص والغناء في المدرجات. ريمار طبعا راموس المغربي الاصل ضمن بدلاء ريال مدريد. ريال مدريد يتخطى الصعاب يتخطى الغيابات. كريم بنزيما العائد يسجل دقيقة 39، مونينا عدل بهدف تسلل دقيقة 56، رونالدو يسجل بالتخصص اول اهداف في الليجا وهدفه رقم 21 في مرمى فريق ختافي في دقيقة 85.